السلام عليكم. سجل مهاجم ليستر سيتي إيهيناتشيو هدف المباراة الوحيد عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فسيطر عليها وأطلقها بيساره على الطائر لتعانق الشباك في الدقيقة 30. وتعود الخسارة الأخيرة للمنتخب المصري على الدور الأول إلى نسخة عام 2004 في تونس عندما سقط أمام نظيره الجزائري 2-1. ومنذ تلك الهزيمة لم تخسر مصر في 16 مباراة متوالية، 12 فوزا و4 تعادلات قبل المباراة اليوم. ويحمل الفراعنة الرقم القياسي برصيد 7 ألقاب آخرها عام 2010 في أنغولا عندما توجوا المرة الثالثة تواليا في 2006 في مصر وفي 2008 في غانا. كما انبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفتاة كاميرونية من محبي النجم المصري محمد صلاح بالاحتفاء بطريقة مذهلة لاستقبال النجم المصري محمد صلاح في الأراضي الكاميرونية، حيث أبدعت الفتاة الكاميرونية في رسم صورة للنجم محمد صلاح، وفجأة أصبحت صورة محمد صلاح متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة وصوله إلى الكاميرون برفقة بعثة المنتخب المصري لخوض المنافسات كأس الأمم الإفريقية في نسختها 33. وكان وصول النجم المصري محمد صلاح يوم السبت قد أثار جنون سكان مدينة غارو مقر إقامة المنتخب المصري الوطني الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022. ومن الواضح أن محمد صلاح سيحظى بأكبر قدر من الاهتمام قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية في يناير الجاري. محمد صلاح باعتباره أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي بعد بدايته المذهلة لهذا الموسم. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد.